إذن لتسليط الضوء مشاهدينا على آخر تطورات الوضع الأمني في العراق، معنا عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي عبد القادر النايل. مرحبا بكم أستاذ عبد القادر معنا. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الأفاضل. حياكم الله. إذن كما تعلمون يعني بعد هذه الهجمات، إذا كانت القوات الأمريكية أستاذ عبد القادر موجودة في العراق وهي محمية كما تعلمون باتفاقات رسمية مع الحكومات المتعاقبة، لماذا برأيكم هذا الاعتراض على الرد الأمريكي على هجمات الميليشيات؟ أولا، هذه الهجمات التي تشنها الميليشيات من المؤكد هي لصالح إيران، وهي مجرد حقيقة يعني ضغط لإطلاق أموال إيرانية، وكما نجحت في السابق من خلال سياسة الاحتواء الأمريكي أو التعاون الأمريكي الإيراني، تم إطلاق عدد من المليارات والأرصدة المجمدة، ويعاود الكرة مرة ثانية، لأنه في عرف المقاومة هذه تسمى هجمات VIP، عندما تسقط هذه الصواريخ فقط على الأتربة وعلى بعض الجدران البعيدة عن القوات الأمريكية. نتكلم عن عدد من الهجمات ولا يوجد قتيل جندي أمريكي، على عكس المقاومة الحقيقية العراقية التي أثخنت الجراح بالجيش الأمريكي بآلاف. وبالتالي الاعتراض الحكومي هو فقط من أجل التسويق الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس إلا، وإلا فإنه الحكومة ملزمة، وهي من وقعت، والسلطات الحكومية يعني في بغداد هي من وقعت، ولا سيما حزب الدعوة الذي يقود الحكومة الآن وقادها سابقا مع المالكي باتفاقية الإذعان، من وقعت أن سماء العراق وأرضه كلها تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هم يمارسون أعمالهم الموقعة مع هذه السلطات الحكومية التي انتهكت سيادة العراق، إذ نحن مع سيادة العراق مع خروج الاحتلال، لكن أنه ما يجري الآن من الصراعات الموجودة على أرض العراق هي صراعات ما بين يعني حلفاء، وما بين من رعى العملية السياسية ومن سلم العملية السياسية لهؤلاء، وبالتالي حقيقة هؤلاء أضعف من أن يردون على الولايات المتحدة الأمريكية، لأن أمريكا في كل مرة تقتل منهم، لكن هم لا يستطيعون قتل جندي أمريكي، وبالتالي هذه الضوضاء الموجودة حاليا هي فقط لضغوطات من قبل أذرع إيران لصالح إيران ليس إلا. كيف تصفون بعد هذه المناوشات الميليشياوية الأمريكية، الحديث يعود عن السيادة في العراق على لسان مسؤولي الحكومة وكذلك زعماء الميليشيات، وكما استمعتم أيضا للمتحدث باسم الحكومة باسم العوادي يتحدث عن هذه السيادة، عن أي سيادة يتحدث أستاذ عبد القادر؟ هؤلاء حقيقة يريدون ذر الرماد في العيون، والشعب العراقي أوعى منهم بشكل كبير، وبالتالي السيادة لا وجود لها، لأنهم أصلا هم جزء من انتهاك السيادة، فالذي ينتهك السيادة بولائه خارج العراق لا يمكن أن يتحدث عن السيادة، هذا ابتداء. ثانيا، إذا كانوا صادقين، وهنا عبر قناتكم أتحداهم أن يقدموا ورقة رسمية من السلطات الحكومية، والآن حكومة الإطار التنسيقي التي تتبع لهذه الميليشيات المسلحة، أتحداهم أن يقدموا طلبا رسميا إلى مجلس الأمن يطالب مجلس الأمن بإخراج القوات الأمريكية من العراق، لا يستطيعون، وبالتالي هم عبيد هذه القوات الأمريكية، ويذعنون لها ويطبقون لها بكل الأمور، بدليل على أننا نفقد حتى السياسة الاقتصادية، السيادة الاقتصادية. إلى الآن الميزانية المالية الذي يتبجحون بإقرارها وتوقيع رئيس الجمهورية عليها ونشرها بجريدة الوقائع العراقية لم تطلق إلى هذه اللحظة، لأن هناك ملاحظات أمريكية عليها، فكيف يمكن لهؤلاء أن يتكلمون بالسيادة وهم ينفذون الأجندات الإيرانية التي تسعى إلى الاستعمار الإحلالي، وبالتالي ينفذون كل الأجندات التي تخدم إيران سواء اقتصاديا أو سياسيا أو عسكريا، ويمارسون التغيير الديمغرافي. لذلك منتهكي السيادة بدءا من هذه السلطات وميليشياتها، وبالتالي توافقهم وإذعانهم دوليا وإقليميا يجعلهم ممن فقد وأفقد السيادة العراقية بشكل كامل. إذا كانت الحكومة هي المعنية حصرا كما قل باسم العوادي بتنفيذ قانون محاسبة المخالفين
بحسب ادعائها، لماذا لا تقوم الحكومة إذن؟ لم نشهد مثلا من قبل أن حاسبت الحكومة هذه مرتكبي هذه الهجمات على القوات الأمريكية من هذه الميليشيات. لأن هذه السلطات الحكومية تابعة للميليشيات، وبالتالي بمعنى الكلام أنه سياسيا إذا ما أخذنا هذا الكلام التصريح للحكومة أنها الحكومة توافق وتعلم باستهداف القواعد الأمريكية التي تدعي هذه الميليشيات أنها تعمل خارج نطاق الحكومة، وبالتالي من وفر لهم عملية نقل الصواريخ والأجهزة الحكومية منتشرة؟ ثم إذا كانوا صادقين هذه الميليشيات وغيرها، هل هؤلاء سيسمحون لفصائل مقاومة حقيقية أن تتواجد على أرض العراقية وأن تعلن بأسمائها الصريحة بأنها موجودة لإخراج الاحتلال وتحرير العراق؟ الجواب، هؤلاء الذين يدعون مقاومة الاحتلال أطلقوا 4 إرهاب على كل من قاوم الاحتلال الأمريكي، بدليل آخر أن آلاف من المعتقلين لدى القوات الأمريكية في عام 2011 تم تسليمهم إلى الجانب العراقي لا زالوا معتقلين في سجل هذه الحكومة، فكيف لهم أن يحاسبون وهم حقيقة مذعنين كامل الإذعان للسلطات الأمريكية ولقراراتها، وربما السفيرة الأمريكية توبخهم ليلا ونهارا ويستقبلون أوامرها، لذلك هم لن يحاسبوا هذه الميليشيات ويتواطؤون معها بشكل واضح. وإلا لماذا هذه الحكومة إذا كانت تدعي أنها تريد بسط الأمن وتعترض على قصف جرف الصخر، لماذا لا يذهب الجيش الحكومي ويأخذ جرف الصخر بديلا عن هذه الميليشيات؟ هذا هو السؤال الحقيقي للحكومة. نحن اليوم لا نقول عودة أهالي جرف الصخر، اليوم نقول الجيش الحكومي وهو تابع لهم ومسيطر عليه يحل محل هذه الميليشيات الموجودة في جرف الصخر لتفكيك هذه المعادلة. الجواب، لا يستطيعون لأنها خارج نطاق سيطرة الحكومة. فالذي لا يستطيع المحافظة على ناحية والدخول إليها لا يستطيع المحاسبة ويحاسب هؤلاء، لأن للأسف أقولها أن هذه السلطة الحكومية ببرلمانها بأحزابها تابعة للميليشيات وليس العكس. أيضا في سؤال الأخير باختصار لو سمحتم، تدعي هذه الميليشيات الموالية لإيران بأنها تهاجم المصالح الأمريكية نصرة للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني، هل حافظت برأيكم هذه الميليشيات طوال 20 عاما على أموال العراقيين ودمائهم لتكون أهلا لنصرة الفلسطينيين؟ أولا، هذه الميليشيات قتلت العراقيين وسفكت دماء الفلسطينيين في العراق. ثانيا، هذه الادعاءات الفارغة تشبه ادعاءات فيلق القدس الإيراني الذي أسس لتحرير فلسطين ولم يقتل جنديا صهيونيا واحدا، إنما قتل العرب. وبالتالي هذه الادعاءات الفارغة الوقت كفيل بكشفها، والآن كشفت بشكل واضح وصريح. لذلك حقيقة هم أدعياء وهذه تجارة رابحة، لكن العراقيون ومن خلفهم العالم يعلم بأن هذه القضية أصبحت مكشوفة. الآن غزة في اليوم 45 ذبحت من الوريد إلى الوريد ولم يحركوا ساكنا، فكيف لهم وكيف أن نصدق أن هؤلاء يشنون هذه الهجمات نصرة لغزة، ولا سيما أنها لم تؤثر على القوات الأمريكية بنسبة 0%. إذن عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي عبد القادر النائل، شكرا جزيلا لكم.